السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشوفوا في الفيديو كيفاش غندير الاتصال على مجال، ولكن غنخدموا باتصالين، لأن شفنا فيديوهات سابقة بجوج، الاتصال في نقطة والاتصال على مجال، ولكن ما شفناش الاتصال في نقطة والاتصال على مجال في تمرين واحد. في التمرين نعتبر الدالة F المعرفة على M. لاحظوا أن عطاونا دالتين، الدالة الأولى f x يساوي x كاري جدرهم بعد جوج ناقص x، x أصغر قطعة من زيرو، و f x كيساوي تلاتة جدرهم بعد x على x كاري ناقص x زايد واحد، x أكبر من أو يساوي صفر، وقالك أدرس الدالة f على مجال f. فيكون عندنا جوج دوال اللي كيتسموا الدوال المركبة، دالة المركبة يعني كنا دالة أولى ودالة ثانية. فهاد لوكا شوش غندير؟ كل وحدة غنخدمها في مجال. لاحظ هنايا عاطيك دالة وعاطيك إكس أصغر قطعة من زيرو، ولكن بيناتها راه كاينة واو، هنا كدير دالة وبيناتهم واو، وفاش كتنقص من دالة للدالة كاينة أو، يعني كاين تقاطع وكاين اتحاد. كيفاش غندير الاتصال ديال الدالة؟ غناخد الأولانية في المجال موالفين صفر، والدالة الثانية في صفر بلوس لافيني. لاحظ هنا أول حاجة عندي جداد دالتين، وجداد دالتين ضروري ندير الاتصال اللي درنا. كيفاش؟ عندنا لدينا فين يكون عندي الجر كندير اكس جوج ناقص اكس، يعني خديت دالة اللي داخل الجر، دالة متصلة وموجبة على المجال مولفين جوج. كيفاش لقيت مولفين جوج؟ مع العلم عندي انا مولفين صفر، كدير مجموعة التعريف ديال الجذر، يعني شنو؟ عندك اكس كينتمي الى الدال تكافي جوج ناقص اكس اكبر من او يساوي صفر، يعني ناقص اكس اكبر من او يساوي ناقص جوج، يعني اكس اصغر أو يساوي جوج، يعني مجموعة التعريف ديالها من مولفين حتى لجوج. الدالة ديال الجذر باش تعرف الدالة متصلة وموجبة ضروري كناخد داكشي الدخلاني وكندير ليه مجموعة التعريف. شاش كنت لدينا إكس جوج ناقص إكس ما خديتش الجذر، دالة متصلة وموجبة، بعض المرات كندير متصلة وموجبة على المجال مولفين صفر جوج. كاين بعض الأساتذة ولا بعض التمارين اللي كتلقى كيكتب لك هذه دالة متصلة على مولفين صفر لأنها جداد دالتين، ولكن حنا غنديرو بالتفصيل المهم. عندنا فاش وصلنا هنايا مولفين جوج، إذا إكس جوج ناقص إكس دالة متصلة وموجبة على إيش؟ على المجال مولفين صفر، لأن أصلا هو مولفين صفر. علاش؟ لأن مولفين صفر ضمن جوج، ضمن مولفين جوج. عاد فاش كتكتب الدالة متصلة موجبة عندك الحق دابا دخل الجذر، وبالتالي إكس جذر مربع جوج ناقص إكس دالة متصلة على المجال مولفين صفر. قلنا كاين بعض التمارين ولا الأسئلة كيكتب شنو؟ هاد الدالتين دالة متصلة على المجال مولفين صفر، يعني جوج دالتين كيدار مباشرة. حنا بغينا نعرفو كيفاش كندير كل حاجة على حدة. خدمت بالدالة الأولى جدر مربع جوج ناقص إكس، وعاد غنخدم بالدالة الثانية و إكس إكس كاري دالة متصلة على R لأنها دالة حدودية، ولكن ما نقراش على R، وبالتالي فإنها متصلة
على المجال المولفيني صفر، لأن مولفيني صفر ضمن ال. دابا درت اتصال ديال اكس كاري ودرت اتصال ديال الجذر، دابا غنجمعهم. بالتالي اكس اكس كاري جذر مربع ج ناقص اكس دالة متصلة على المجال مولفيني صفر. علاش؟ لأنها جداء دالتين متصلتين على المجال مولفيني صفر. لاحظوا أن في الأول العبارة اتصال على المجال مولفيني صفر، اتصال مولفيني صفر. كمل دابا من الدالة الأولى، درت اتصال ديال إكس كاري لأن دالة حدودية، والدالة الحدودية هنا دائما متصلة على R، ولكن ما بغيناش على R، بغينا على المجال. ما أنها متصلة على R بالتالي فإنها متصلة مولفيني صفر، لأن مولفيني صفر ضمن R. هنا الجذر خصك ترد البال، ما عدا جذر إكس، فاش كتكون الدالة اللي داخل الجذر دخل إكس، دائما نتبع الخطوة التالية، نأخذ الدالة اللي داخل الجذر ودير لها مجموعة التعريف ديالها وكتكتب دالة متصلة موجبة على المجال. هنايا باش لقيت هاد المولفين جوج درت مجموعة التعريف ورد البال فاش كنضرب موان كدير الراس. إذا إكس جوج ناقص إكس دالة متصلة موجبة على المجال، لأن هاد المجال مولفين صفر ضمن مولفين جوج وعاد دخل الجذر. دابا كملت من الدالة الأولى، نمشي للدالة الثانية. الدالة الثانية أش فيها؟ فيها ثلاثة جذر مربع إكس مقسومة على إكس كاري ناقص إكس زائد واحد، ولكن كاين خدام، خدام في المجال صافي كيش لافيني، شاش غنكتب؟ لدينا إكس ثلاثة جذر مربع إكس دالة متصلة على R بلس. هنايا لا داعي الحالة الخاصة ديال جذر مربع إكس دائما دالة متصلة على R بلس. دابا بقى عندي المقام و اكس اكس كاري ناقص اكس زائد واحد دالة متصلة على R لأنها دالة حدودية، ومنهم فإنها متصلة على صفر بلس لافيني، لأن صفر بلس لافيني ضمن R. لاحظ أن الدالة ديال إكس كاري ناقص إكس زائد واحد كاينة في المقام، وفي أي دالة كانت في المقام ضروري خصك تقول بما أن إكس كاري ناقص إكس زائد واحد تخالف صفر مهما يكون إكس أكبر من أو يساوي صفر. يعني في هذا المجال خص أي عدد عوضته من صفر بلس لافيني، إلا عوضته ما خصوش يكون يساوي صفر، يخالف صفر، كتب فإن إكس ثلاثة جذر مربع إكس على إكس كاري ناقص إكس زائد واحد دالة متصلة على صفر بلس لافيني. علاش؟ لأنها خارج دالتين متصلتين على المجال صفر بلس لافيني. دابا درنا الدالة الأولى متصلة بمولفين صفر، والدالة الثانية متصلة صفر بلس لافيني. عندي الدالة الأولى هي هادي، والدالة الثانية هي هادي. دابا باش يمكن لي نشاركهم كاين واحد النقطة مشتركة بيناتهم هي صفر. هنا خصك تزيد، لأن هادي هي الدالة وهادي هي الدالة، وكتشاركوا في واحد النقطة. هاد النقطة خصني نشوف واش الليميت ديالها، واش كتساوي الليميت. إلا كانت كتساوي الليميت ديالها على اليمين يساوي على اليسار، كتولي متصلة كامل على R. إلا ما كانتش متصلة في نقطة، يعني صفر غير متصلة في نقطة، كتكون غير متصلة في R. دابا لحد الآن يلا درنا اتصال في مولفين صفر، ودرنا اتصال في صفر بلس لافيني. بقى عندي ليطاب تالتة لندرس اتصال، لندرس
اتصال دالة F في العدد صفر. هنا صفر مشاركين. اش عندنا؟ لدينا كنحسب الليميت تاع F لإكس، إكس يؤول إلى صفر، إكس أصغر عن زيرو. كناخد الدالة اللولانية ليميت تاع إكس يؤول إلى صفر، إكس أصغر عن زيرو، إكس كاري جو ترومب باع جوج ناقص إكس كيساوي صفر فوج ترومب باع جوج إوا صفر. و تاني داخل عندي أكبر من أو يساوي، يعني كنحسب فيه الصورة، هو تلاتة جو ترومب باع صفر على صفر أو كاري ناقص صفر زايد واحد، كيعطيني صفر. وكنحسب فيه ليميت تاع إف لي إكس، إكس يؤول إلى صفر، إكس أكبر عن صفر، كيساوي ليميت تاع إكس يؤول إلى صفر، إكس أكبر عن زيرو، دي تلاتة جو ترومب باع إكس على إكس كاري ناقص إكس زايد واحد، لي كيساوي صفر. لاحظوا أن على اليسار كيساوي على اليمين، كتقول إذن ولا بما أن ليميت تاع إف لي إكس، إكس يؤول إلى صفر، إكس أصغر عن زيرو، كيساوي ليميت تاع إف لي إكس، إكس يؤول إلى صفر، إكس أكبر عن زيرو، كيساوي الصورة. إذن إف متصلة في العدد صفر. فاش عندنا متصلة في العدد صفر؟ عندك الحق تقول متصلة على إف، وبالتالي فإنها F متصلة على F. يعني أشنو؟ إذا كانت F غير متصلة في عدد، يعني كتقول F غير متصلة على F، وخا متصلة في مولد من صفر، ومتصلة صفر يساويني، وما أن F غير متصلة في ذات العدد، إذا F غير متصلة. هادو هاد التمارين ولا الأمثلة كنخدم دائما بالاتصال على مجال، وكنخدم بالاتصال في نقطة. هنا الاتصال في نقطة، لاحظوا ديما كاينة دالة، كتكون دالة وكتكون دالة، وضروري كيكون واحد العدد مشترك بيناتهم. كاين هاد التيب ديال ليكزارسيس، وكاين تيب آخر. نعتبر الدالة F المعرفة على R بما يلي: F لX كيساوي X كاري ناقص 3x زائد جوج على x ناقص واحد، x يخالف واحد، و f لواحد كيساوي ناقص واحد. والسؤال ادرس اتصال دالة f على r، راه ماشي بالضرورة يكون دائما على r، المهم كاين في مجال. لاحظوا كذلك كاين لما، وكاين دالة وكاين دالة. هنا كاين يخالف هنا واحد، ضروري كدير جوج هضرات. هنا R كدير اتصال على مجال، ودير اتصال في نقطة. غا أول حاجة عندنا لدينا إكس، إكس كاري ناقص 3x زائد جوج على إكس ناقص واحد، دالة متصلة على مجموعة تعريفها. شنو هي مجموعة تعريفها؟ إكس ناقص واحد مخالف صفر، يعني R ناقص واحد. علاش؟ لأنها دالة جذرية، وكنعرفو قلنا في لي نون ديال الأسماء لي درنا الدالة الحدودية والدالة الجذرية والدالة اللا جذرية. غير الدالة اللا جذرية مبقاش تتقال بهاد الاسم ديالها. في الحالة لأنها دالة جذرية، لأن كاينة دالة حدودية على دالة حدودية، كاينة R ناقص واحد، ولكن هو بغا على R. كنرجع شو هنا عطينا الصورة في واحد، اش غتقول؟ هنا لندرس اتصال دالة F في العدد واحد، بحال قبيلة كان عندي مركب ديال الدالة الأولى الدالة الثانية، نقطة مشتركة لقينا هي صفر، درنا اتصال في صفر، هنا نقطة مشتركة كاين واحد خارج هنا واحد، ولكن باش يكون R خصني ندير اتصال في ذاك الأعداد. اش غنحسب؟ ليميت تاع f لي x، x يؤول الى واحد كيساوي ليميت تاع x كاري ناقص 3x زائد جوج
على اكس ناقص واحد اكس يولى واحد كتعوض كتبقى صافي على صفر الشكل غير محدد. وحنا عم قلنا إذا كان الشكل غير محدد صافي على صفر والدالة ديال الوصول المقام ما كيحتويش لا سيول لا كوس لا تونجونت، هناك عامل مشترك بين الوصول المقام شنو هو؟ هو اكس ناقص واحد كيفر المقام، خصني نجبدو من النص، يعني اش كيساوي؟ ليميت تاع اكس يا أولى واحد كنحط عامل مشترك اكس ناقص واحد وماشي شغل بي اكس، اش اللي غنضرب في اكس نلقى اكس تاعي هو اكس، واش اللي غنضرب في ناقص واحد نلقى زي جوج يا ناقص جوج مقسومة على اكس ناقص واحد. نختزل اكس ناقص واحد يبقى اكس ناقص جوج، اللي كيعطيني واحد ناقص جوج كيساوي ناقص واحد اللي كتساوي الصورة. إذا اف متصلة في العدد واحد، فاش لقيناها متصلة ار ناقص واحد ومتصلة في العدد لاحظ هنا العدد واحد خارج ولكن متصلة في العدد واحد، كتقولوا بالتالي فإن اف متصلة على ار. علاش على ار؟ لأن في الأول درنا اتصال على ار ومخرجين واحد، ولكن عقلنا قلنا راه متصلة في واحد، كون ما كانش متصل في واحد كيبقى ديما ار ناقص واحد خارج، وفي هذه الحالة كتكون غير متصلة على ار، لأن كيقول لك ادرس اتصال. فاش كيقول لك ادرس اتصال؟ يعني ممكن تبقى متصلة ممكن لا، إلا قال لك بين بين أن اف متصلة، إذا تما خصك تبين. هنا اليوم لعبنا بجوج، لعبنا اتصال على مجال والاتصال في نقطة، وقتاش كدير؟ إلا كانت دالة مركبة بين دالتين، كاينة الدالة الأولى والدالة الثانية، وكاين واحد النقطة مشتركة هنايا، أو كيعطيك دالة وكيعطيك هنا واحد العدد خارج، أكبر قطعة ولا أصغر قطعة، والصورة ديالهم، في هذه الحالة كنلعب على الاتصال في نقطة والاتصال على مجال. هذا باختصار اتصال دالة اللي كنلعبو بجوج، كنلعب اتصال في نقطة والاتصال على مجال. ما عندنا فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.